السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لما بدأنا في مقرر إدارة الأداء والتعويضات، مجموعة من أو فصلين إن شاء الله بنمتحن فيهم في الامتحان بجانب الامتحانات أو الفصول السابقة التي تم عرضها، واللي هي وصلت لحضراتكم اللي هو كان الفصل الأولاني والثاني والثالث. النهارده بناخد الفصل الثالث او الموضوع الرابع اللي هو تقييم الاداء. هذا الموضوع بيتناول قياس اداء المرضى نحو تحقيق الاهداف المطلوبه، بمعنى انه لابد ان يتطابق اداؤه الفعلي مع تلك الاهداف عشان نحدد نقاط القوه لتدعيمها ونقاط الضعف لعلاجها او محاوله تفاديها مستقبلا. نبتدي الاول اذا من هذا الامر ان تقييم الاداء بيتناول العلاقه ما بين الهدف المرغوب فيه والنتيجه المحققه، ومن خلال هذا الاداء بيحدث له قياس ثم تقييما لمدى تحقيقه. اذا بالمفاهيم، ما هو تقييم الاداء؟ ببساطه شديده تقييم الاداء هو قياس وتقدير كفاءه الفرد في عمله عشان اعرف الحاجات دي كلها: صلاحيته، مستوى ادائه، تعاونه مع زملائه، طاعته لتوجيهات رئيسه، سلوكه نحو عملائه، ومدى توافر القدرات لكادرات يستحق بها القيادة الترقية أو القيادة إلى المناصب الوظيفية. إذا هذا الموضوع على قدر أهميته بتبان تأثيراته سواء على مستوى المنظمة أو مستوى الموظفين، وتلك في هذه الصورة تبان يظهر لنا ايه اثاره الايجابيه على المنظمه وايه اثاره الايجابيه على لكن هذا الموضوع رغم اهميته واثاره الايجابيه على مستوي المنظمه والموظفين، اللي عمله يعكس هذا الموضوع عند تطبيقه مجموعه من المشكلات، وبصفه خاصه بالنسبه للوظائف الاداريه التي لا يمكن احيانا اخضاعها للقياس التالي الموضوع. الان بعض الاخطاء الواردة في هذا التقييم، منها عامل النقص، بمعنى صرف النظر عن الأداء الحالي نتيجة جهل المقيم. يعني مثال ذلك، أنا بيهمني كمقيم محدد للموظف عدد مرات معينة لقيامه بزيارات للعملاء، هو استوفى العدد المحدد وهو 10، ولكن في جوانب أخرى، جودة الخدمة وجودة الأداء بجانب رضا العميل، فاحنا يهمنا الكم وبننسى العنصر الكيفي المتعلق بالجودة. غياب الموثوقية، يعني إدارة هذا النظام بشكل غير منتظم أو عشوائي، يعني المفروض كل فترة دورية معينة يتم عن هذا التقييم 3 أشهر أو 4 أشهر أو مرتين في السنة لنكمل هذه المواعيد الدورية للتقييم. انعدام الصحة بمعنى إيه؟ أن عشان أقيم أداء الموظف لابد أن أستند إلى وثيقة. إيه الوثيقة المهمة دي؟ بطاقة الوصف. فإذا لم يجد لدينا بطاقة وصف وظيفي، قد يصعب علي إن أنا أقيم أداء الموظف. المهم بقى، لكي نعالج هذه المشاكل، لابد نظام التقييم يتسم بسمتين رئيسيتين. أولها الاختصار، بمعنى استخدام طريقتين مختلفتين لقياس الأداء هتعطينا نفس النتيجة. فالنموذج اللي استخدمناه في فترة نرجع نستخدمها في فترة تانية، الاثنين هيعطوا نفس النتائج المتعلقة بأداء الناس. الاستقرار بمعنى الاعتماد على هذه النتائج على مر الوقت، بمعنى إذا أعطى الموظف نتائج فترة ما ستنحسب برضه على الفترة القادمة. نأتي الآن إلى إذا مشكلات التقييم بنحددها في الصورة اللي قدامنا: النزعة الشخصية، تحديد معدلات مرتفعة أو متدنية من قبل الرئيس، حاجة اسمها أطل الهالة، إن أنا بتأثر بصفة أو عنصر معين في التقييم وعمم هذا الحكم على العنصر لباقي العناصر، خطأ الحداثة أتأثر بالأحداث القريبة التي وقعت في نهاية فترة التقييم، فإذا كانت الأحداث دي إيجابية تنعكس على التقييم ككل، أما إذا كانت الأحداث الأخيرة دي سلبية فتنعكس أيضا على النتيجة النهائية. خطأ الميل المركزي، خطأ الميل نحو المتوسط، النقط جميع الموظفين درجة متوسطة لا هي عالية ولا منخفضة، بغرض أن أسوي بين جميع الموظفين. التساؤل أو التشدد ده راجع،
ان والله بعتقد ان معظم الموظفين بلغوا المستوى المطلوب او بعضهم لم يبلغوا هذا المستوى. دفع المعدلات يطابق معايير مختلفه، الاتفاق على معدل معين، ثم بنولف او كده بنكيف الدرجات المتعلقه بعناصر التقييم بحيث تديني المجموع. لو انا في دماغي ادي الموظف تقييم جيد فبديله التقييم اللي هو يتراوح ما بين 65 ل 80 بحيث ياخد درجه الجيد. خطأ التماثل بمعنى ان يبحث المشرف المرسي على صفه او سمه يتمكسب بها او يمتع بها. المهم كي نتجنب علي نمره واحد استخدم معايير متعدده كما من وظيفه لا طبع متخصص واحد، وتنطوي كل وظيفه على مهام متنوعه، يبقى ضد تقييم الاداء يعبر عن تنوع اداء المهام التي يؤديها الموظف. فيما يتعلق بالتركيز على السمات، نحن نتاثر بالسمات الشخصيه اكثر من الاداء الفعلي الموظف. لا ننكر تاثر المقيم بالاقدميه، بالولاء، بالصداقه، بالموده، وبعض المصالح التي تربطه بالمرؤوسين قد يكون لها تاثير سلبي على الوسيله الاخرى اللي تغلب بيها ان احنا ندرب المقيمين تدريبا سريعا لا تتعدى ايام الا يومين ثلاثه على متابعه اداء وتقييم اداء الموظفين على الاسس. اذا ما طرقنا ذلك كله وصلنا الى طرق معينه عايزين نقيم بها اداء الموظف. فلدينا مجموعتين من الطرق هيطلعوا دلوقتي على اليمين، الطرق الحديثه والطرق التقليديه. انا بعرض الطرق التقليديه لسبب عشان اوضح كل المشاكل التي تم عرضها سابقا مسبباتها تلك الطرق اللي هي ترتيب المعايير المطلقه، سلم القياس البياني، وتقرير كفايه الدوام. اما الطرق الحديثه فهي بتتناول الاختيار الالزامي، الاحداث الجوهريه، الاداره الاهم. لو ابتدينا بالطرق التقليديه اللي هي فرضناها ترتيب المعايير وسلم القياس وتقرير الكفاءه الدوليه، الترتيب برتب الموظفين ترتيبا تنازليا من حيث درجه كفاءتهم من الافضل الى الاسوء. ايه معاييري؟ معايير شخصيه متمثله في مساهمه كل واحد في تحقيق اهداف القسم، سلوكه وتعاونه مع زملائه. بس احب اوضح هذه المعايير معايير شخصيه، يعني كل مقيم له معاييره في تقييم اداء مرؤوسي. واضح الطريقه بسيطه ولا تتطلب اجراءات معقده ولكن يؤخذ عليه. صعوبه استخدامها اذا كان عندي والله 50 موظف بالله عليك ازاي ارتب ال 50 دول ترتيبا من 1 الى 50؟ فضلا عن كده انها لا تعطي صوره محدده ودقيقه عن اداء الموظف لانها بتقيس اداء الموظف ككل دون تقييم كل عنصر من عناصر الاداء، وبالتالي باب التحيزات الشخصيه مفتوح على مصراعيه عند استخدام هذه الطريقه. قلنا طب نعمل ايه؟ ايه مشكله الطريقه اللي فاتت؟ ان مالهاش عناصر التقييم. فجينا في الطريقه في المعايير، هنا هنقيم استنادا الى بعض المعايير الثابته في نظام التقييم. مثال ذلك ناخد ايه؟ قائمه كده يحقق كميه العمل، يحقق مستوى الجوده، يتعاون مع زملائه. نجد كل ايه؟ كل فقره من دول بتعبر عن عنصر التقييم. الاول كميه العمل، الثاني الجوده، الثالث التعاون، وهكذا. فالطريقه دي تغلبت على عيب الطريقه اللي فاتت، ولكن ما زال فيها بعض التحفظات. دايما بنلجا فيها الى خطا التساهل، بمعنى نعطي معدلات مرتفعه ونعطي معلومات مرتده ايجابيه اكثر منها سلبيه، فنميل الى نعم اكثر من لا. بقيم اداء الموظف من منظور اول اور ناثينج، في كل حاجه او ما فيهوش كل حاجه. ممكن ايضا بجانب كده ان تتداخل الاحكام الشخصيه عند هذا التقييم. فجينا عملنا بقى حاجه جميله عشان نمنع التحيزات الشخصيه، قلنا والله هنعمل سلم قياس بياني. بمعنى ايه؟ نفس الجنود السابقه بس هنعمل لها سلم يتضمن مجموعه من الاستجابات، يختار المقيم استجابه معينه تتوافق مع ادائه. ندي مثال على الطريقه دي، ادي بندين، هناك كنا بنقول يا نعم يا لا، لا هنا قلنا ايه؟ دايما غالبا احيانا نادرا، او ان العباره او مستوى الاداء ده لا ينطبق على اداء الموظف. طبعا الطريقه
بتتغلب على عيوب الطريقة السابقة، ولكن ما زال ممكن الأمر متوقف على موضوعية القائد بالفعل. تقرير كفاءة دورية ده بنعمل نموذج يتضمن مجموعة من عناصر التقييم، ولكل عنصر درجة معينة تعبر عن مستوى أداء الناس. الطريقة دي هي طريقة شيوعية في الاستخدام، ولكن رغم كده شيوع استخدامها إلا أنها بتختلف بالطبع من منظمة إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها. فضلاً إن هذه النماذج ممكن تختلف داخل منظمة حسب والله كده المجموعة الوظيفية، يعني في عناصر تقييم للمجموعة القيادية، عناصر تقييم للمجموعة التخصصية، وهكذا يعني. إذا بنوري في الصورة دي كيف تتنوع نماذج التقييم وفقا لطبيعة الوظيفة. موظف البنك ليه عناصر، مندوب البيع ليه عناصر، عامل الإنتاج ليه عناصر، الوظائف القيادية لها عناصر كما يبدو لنا في هذه الشركة. المهم عشان نقيم أداء الموظف ويكون التقييم ده موضوعي، بنحط لكل عنصر من عناصر التقييم درجة معينة. بمعنى إيه؟ والله إذا حصل على تقدير ممتاز معناه إنه حصل على درجات من 90 ل 100 كما نرى في هذه الصورة. ما يعبث على استخدام هذه الطريقة إنه والله نرجع ونقول التحيزات الشخصية ورد. يعني أنا لو في دماغي موظف ما عايز أديله جايز جدا، شيء طبيعي، أقعد أكيف درجات العناصر التقييم بحيث تتراوح من 80 لأقل من 90. طب نعمل إيه؟ عشان نعمل بقى ده، وضعنا لكل عنصر من عناصر التقييم في النموذج ممكن مؤشرات قياس. كل عنصر لابد أديله كده وصف أو مؤشر يهدي القائد بالتقييم إلى الدرجة التي يستحقها الموظف. فوضعنا هنا عناصر التقييم ثم مؤشرات القياس. على سبيل المثال كمية العمل أقدر أقيسها، نعم، المؤشر حجم ما تم إنجاز العمل مقارنة بالمعايير. طيب الجودة تتقاس أولا بمعدل الأخطاء في العمل أو عدد الوحدات الثالثة على خط الإنتاج. الدقة تتقاس بمعدل فقدان أو تلف أو ضياع مستندات ومعلومات هامة. سرعة الإنجاز أقدر أقيسها معدل التأثير في أثناء العمل أو معدل التسبب في تأثير العمل. ممكن برضه نستخدم جوانب معينة نقيس فيها العوامل السلوكية، وأهم عامل الموظف، معدل التأثير في الوصول لمكان العمل، معدل التأثير في بيئة العمل، وهكذا برفقة للمعدلات اللي هي العلاقات مع الرؤساء، معدل الجزاءات، معدل التحقيق معه في الجزاءات المختلفة، علاقاته مع زملائه، معدل ورود شكاوى ضده من زملائه، بس بشرط تكون الشكاوى دي موضوعية وليست شكاوى غير موضوعية أو كلبية. الحديثة أردنا الاختيار الإلزامي اللي بتقوم الطريقة دي على إيه؟ وضع مجموعة من الجمل، كل جملة تعبر عن مستوى أداء معين. مقسمين الجمل دي إلى مجموعات، كل مجموعة تتضمن 4 جمل. الجملتان الأوليتان تمثلان الصفات المرغوبة في أداء الفرد والشركة، والجملتان الأخريتان تمثلان الصفات غير المرغوبة في أداء الفرد والشركة. لكل جملة من الجملتين الإيجابيتين وزن أو درجة. كذلك الأمر بالنسبة للجملتين السلبيتين، كل منهما له وزن أو درجة معينة. هنا بقى يقوم الرئيس أو المقيم باختيار جملة واحدة من الجملتين الإيجابيتين وجملة واحدة من الجملتين السلبيتين، بس هو لا يعلم مسبقا الدرجة التي تستحقها كل جملة. ليه بقى؟ لنحتفظ بهذه الدرجات ضمن مفتاح لهذه الدرجات في إدارة الموارد البشرية، وبالتالي لا يعلم المقيم ما إذا كان يعطي درجات عالية أو درجات منخفضة، لأنه يركز على اختيار الجمل التي تصف أداء الشخص. مثال قصة الحياة. هنا بقى قبل ما أدي المثال عايز أوضح حاجة، الحقيقة التي لا يعلمها الرئيس البشري أن هناك جملة واحدة من الجملتين الإيجابيتين هي التي تقصدها الإدارة وتعبر بها عن الأداء المرغوب فيه، وهناك جملة واحدة من الجملتين السلبيتين هي التي تعنيها الإدارة وتعكس الأداء غير المرغوب فيه. ولكن حين يقرأ القائد بالتقييم هذه الجمل لا يعلم ما إذا كان ستحسب ضد أو تحسب في صدر. نجي مثلا على سبيل المثال، بص أدي جدول بيوضح لنا
الجمل طيب الجملتين او واحد واثنين ايجابيتان وثلاثه واربعه سلبيتان، بس في جمله الاولانيه بالنسبه للاداره هي اللي عايزاها او الجمله الثانيه برضه هي اللي عايزاها الاداره، لكن لا يعلم ايه ما تريد الاداره عايزه تختاروا ايه. مثال زي يستجيب الموظف لعمل ساعات اضافيه، يستجيب الموظف لاعمال اضافيه المطلوبه منه في غالب الاعمال الاضافيه. ليه الفقره الثانيه واخده سكور او وزن نسبي افضل؟ العبره مش ان انا اقعد اعمل ساعات اضافيه، اصل ممكن اعطل عملي الاساسي عشان اشتغل عمل اضافي واستحق عليه مكافاه اوفر تايم، لا انا عايز الموظف يؤدي عمله الاساسي واذا ما طلب منه انجاز اعمال اضافي فهو لازم يستجيب، والا فتحنا الباب بقى ان الموظفين لا يؤدون اعمالهم الاساسيه ويتفرغون للاعمال الاضافيه في مقابل المكافاه. نيجي للعباره السلبيه، ايه اللي تقصدها الاداره؟ تقصدها الاداره عايزين احدى القيم التي نبحث عنها العمل الجماعي وبدأ فرق العمل، يبقى عايز موظف يمكن ان يقدر العمل الجماعي، يسود عنده القيم الاجتماعيه للعمل، يسود عنده الضمير انا، يقدر الاهداف والاحتياجات الاجتماعيه اكثر من الاهداف الشخصيه. يبقى اذا الفقره التي تقصدها الاداره تعبر فيها عن الاداء غير المرغوب هي الفقره 3، عشان كده مديها وزن نسبي سلبي افضل من الثانيه. طب ليه الثانيه ان كانت سلبيه ولكن لا تقصدها الاداره؟ عدم الدرايه بالاجراءات والله خطير بالتدريج. مره 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 شفت الموظف ايه؟ الطريقه دي من اسلم الطرق وافضلها في عمليه التقييم، ولكن ما يؤخذ عليها تصميم القائمه امر صعب جدا جدا. كذلك لابد من التنوع في فقرات التقييم من فتره لاخرى، والا سيتم فهمها بناء على التقييم الصحيح. ده الكلام اللي انا قلته في الاول متمثل بجملتين وهكذا زي ما وضحنا في الشرح. لو جينا الاحداث الجوهريه، ماذا اقصد بالحدث الجوهري؟ جزء من سلوك الفرد بنعتبره علامه لنجاحه، مؤشر لحسن ادائه وقصوره، دليل لارتفاع كفاءته ونجاحه. والله انا لا يهمني حدث، ولكن انا اللي يهمني سلوك الموظف في مواجهه الحدث. ممكن الحدث ده يبقى جنيه عمل، يبقى طوارئ، ابداء وجود افعال ايجابيه، ازمات. يا ترى ما سلوك الموظف في هذا الموقف؟ هل يسلك سلوكا ايجابيا فيبادر فيؤدي بجوده عاليه، ام يسلك سلوكا انسحابيا سلبيا يتهرب عن العمل يتمارض يشكو؟ يعني انا جايبك عشان تقف معايا في موقف ضغوط معينه، تبتدي تشتكي تبتدي تغيب او تدعي المرض. المهم بقى باجي انا كرئيس مباشر بسجل للموظف كل سلوكياته الايجابيه والسلبيه ازاء موقف ايه معين، قائمه بالاحداث الجوهريه. ادي اعمال الموظف الايجابيه وتاريخها، اعمال وتصرفات الموظف السلبيه بتاريخها. ويا ريت وانا بكتب الاعمال دي اقيمها بناء على عوامل المبادئه، تقبل المسؤوليه الى اخره. الطريقه دي بتقدر تمحي اثر النسيان، لان من ضمن مشاكلنا كان حاجه اسمها ايه؟ تاثير الحداثه، تاثر القائم بالتقييم بالاحداث القريبه. لا، ده انا بسجل كل حاجه، وقت ما بعمل نموذج التقييم برجع الى هذه القائمه واسجل الايجابي والسلبي لدى طريقه اخرى لضرب الاهداف بتركز على الاهداف المطلوب تحقيقها من كل موظف ووصف النتائج الاساسيه المتوقعه منه. تبدو ميزه هذه الطريقه واهميتها انها بتنحو باداء الموظف الى اهداف ونتائج ترتبط اساسا باهداف المنظمه، وتنحو او تتجه باداء الموظف الى تلك الاهداف، بدل ان يكون حكمنا على اداء الموظف بالجهد يكون حكمنا على اداء الموظف بالاهداف والنتائج. بس الطريقه دي لكي يلزم الامر لنجاحها وضع الاهداف وتحديدها يتم مشاركه بين الرئيس ومرؤوسيه، فهي طريقه بتعبر عن المشاركه وتمكين العاملين من مسؤوليتهم، وليست طريقه لا تقبل الجدل او نعمل ايه بقى؟
عشان نطبق هذه الطريقة لازم يكون عندي مجموعة من الافتراضات نسلم بها. يقوم الموظفون بأداء أفضل إذا عرفوا ما هو المتوقع منهم. كل موظف عندنا عنده الحماس والعزم الشخصي على أداء العمل المطلوب. إن الموظف لابد نعطيه معلومات مرتدة عن مستوى أدائه، وإن الموظف دائما يحب أن يتلقى نظير تحقيق أدائه المكافآت الجوهرية اللي هي المعنوية الأدبية، متمثلة في الشكر، متمثلة في تقدير الذات، متمثلة في الصلاحيات، متمثلة في تفويض مسؤوليات أكبر، والحسية المادية طبعا المتعارف عليها فيما يتعلق بالمكافآت النقدية، العلاوات، الترقيات. لكي نطبق الطريقة لها ستيبس معينة. إيه هي؟ أول حاجة أن يطلع الموظف على بطاقة وصفه ويستخرج منها إطار عام بمسؤولياته، ثم يوضع مع يقع يجتمع مع رئيسه لكي يتناقشان في هذه المسؤوليات. بس أنا ما بقيمش أداء الموظف وفقا للمسؤوليات، لابد أن أترجم هذه المسؤوليات إلى أهداف اللي إحنا بنسميها تارجتس. تارجت لابد أن يحققه الموظف. التارجت ده إنجاز قدر معين من الأعمال، تحقيق قدر معين من المبيعات، استقطاب عدد معين من العملاء، ثم نقوم بتقييم أداء الموظف بناء على تحقيقه هذه الأهداف. وأبدأ بترجمها إلى أنا اطلعت على مسؤولياتي، فأبتدي أكتب مسؤولياتي على اليمين، بعد كده أترجم المسؤوليات دي إلى مستهدفات اللي هيتم التقييم على أساس. حاجة بقى مهمة جدا لابد إن احنا نقولها. أعطى القانون حق للموظف إن هو يتظلم من نتيجة التقييم. فبنعمل للموظف كده إذا تدنى أداؤه عن المستوى المرغوب بنعمل له مقابلة تقييم. المقابلة ديت اسمها تمهيد، خطواتها تمهيد المقابلة، سماع وجهة نظر الفرد، ثم التشاور بالنسبة للعلاج. التمهيد دايما يفضل البدء بموضوعات عامة قبل الدخول الفعلي في تفاصيل أداء الموظف، يلي ذلك عرض المشكلة اللي هي بيان نقاط الضعف في مستوى أداء. يتطلب الأمر إن احنا نسمع وجهة نظر الموظف فيما يتعلق بمشاكل أدائه. إذا وافق على هذه المشاكل فبننتقل إلى الخطوة الثالثة مباشرة، إيه هو العلاج. طب إذا لم يوافق سوف يعطي لنا أكيد مبررات. إذا كانت المبررات دي موضوعية فيمكن أن يتقبلها القائم بالتقييم، ونحاول بقدر الإمكان إن احنا نوفر بعض التسهيلات والأدوات اللي ترفع من مستوى أداء الموظف. أما إذا كانت المبررات دي غير موضوعية فطبيعي نرفضها وندعوه إلى تقديم مقترحات أخرى، ثم نتشاور بالنسبة للعلاج. فإذا قدم الموظف مقترحات عملية نقبلها فورا، لأن أفضل الحلول في المشاكل هي التي تنبع من نفس الإنسان. أما إذا كانت حلول غير عملية فبنرفضها وندعوه إلى إعطاء بدائل أخرى للحلول. المقابلة دي يعني نقدر نقول كده بتجرى في محيط نفسي معين، وبالتالي لابد على القائم بالتقييم أن يتمتع بالسمات الآتية: الإصغاء الجيد، يعني أن يتفهم مشاعر الفرد، اطلاع الموظف على خبرات المدير الشخصية. عايزين نوري أو نعطي الموظف صورة إنه مش هو الوحيد اللي واجهته مشاكل الأداء دي، ده أنا نفسي كمقيم أو كرئيس مباشر واجهتني هذه المشاكل، لكن استطعت أتغلب عليها بخبرات معينة أعطيه هذه الخبرات. عدم قبول أعذار، لأن لو فتحت الباب مرة واحدة العذر يبقى الباب مفتوح فيما بعد لأعذار أخرى ومن موظفين آخرين. عدم إعطاء نصائح، يعني نكون عمليين، نعطي بدائل يختار من بينها الموظف لحل مشاكل أدائه. وبعدين التركيز على المستقبل، دعنا نطوي صفحة الماضي بخبراته السلبية وتجاربه غير المفيدة إلى النظر إلى المستقبل ليكون أداء الموظف بشكل أفضل. المهم وإحنا بنعمل الكلام ده بعد ما نجري مقابلة تقييم الأداء، بدائل العلاج إيه؟ التدريب. التدريب حلقة حيوية في سلسلة حياة الموظف. يبقى تنشأ الحاجة إلى التدريب إذا تدنى أداؤه بغرض إكسابه وتنمية معرفة ومهاراته وعلاج مشاكل الأداء. ممكن نستخدم الإرشاد والتوجيه
لان احنا بنقول والله الرئيس المباشر ليس مديرا فقط، وليس رئيسا فقط، وليس قائدا فقط، ولكن نقدر نعتبره كده محلل نفسي لمرؤوسين، فعليه ان يقدم له الارشاد النفسي للموظفين. اذا استنفذنا كل خطوات العلاج ما علينا الا التأديبية مع التدرج في هذه الإجراءات. يعني نبدأ على سبيل المثال بالإنذار الشفوي، ثم الإنذار الكتابي، الوضع تحت الاختبار، الإيقاف المؤقت، التخفيض الوظيفي، والقانون نص عليه إن إحنا نخفض الموظف درجة من درجاته الوظيفية. وإذا برضو نقول كده لم تحقق هذه الإجراءات السابقة أهدافها ونتائجها المرغوب فيها، بنلجأ إلى إنهاء. آخر فصولنا عندنا اللي هي إدارة التعويضات، اللي هي تتعلق بالأجور والمكافآت والحوافز. دايما نسأل نفسي من لا يهم الأجر؟ من الأجر نعيش ونشبع حاجاتنا الأساسية، بل قد يستمد منه البعض إثبات لإيه؟ للذات. على مستوى المنظمة الأجور بتمثل عنصر مهم في تكاليف العمل، ودي أمر مهم أوي، فإذا ارتفعت الأجور بترتفع التكاليف الكلية. فدايما نظام الأجور نظام سلاح ذو حدين، إذا تم تصميمه بشكل جيد يكون لصالح المنظمة. إذا كان تصميم نظام الأجور بشكل سيء سوف يكون بالتأكيد على حساب المنظمة. بعض المفاهيم الأساسية اللي بنحب نتكلم عليها في البداية، وهي الراتب، الأجر الإجمالي، الأجر صافي الأجر، الأجر النقدي، الأجر العيني، الهيكل الوظيفي، الدرجة، مجموعة النوعية. بنقصد بالراتب ما يحصل عليه الفرد الموظف مقابل وظيفته، كويس، وفي العادة بيصرف شهري. ده الراتب. طب الأجر بقى قال ما يحصل عليه الفرد العامل الذي يشتغل في مجموعات فنية حرفية أو خدمات معاونة، وممكن يصرف باليوم أو الأسبوع. ولكن تكاد التفرقة بين الراتب والأجر انتفت تماما، والاثنين ممكن يستخدموا بمعنى مماثل واحد. إجمالي الأجر ما يستحقه الفرد من أجر قبل خصم أي استقطاب. أما صافي الأجر فهو إيه؟ الأجر الذي يستلمه الفرد في يده فعلا بعد خصم كافة الاستقطاعات المختلفة. الأجر النقدي المقابل النقدي للوظيفة التي يشغلها الفرد. لكن على فكرة الأجر ليس فقط نقديا، لكن هناك له جانب عيني بيظهر في شكل خدمات بتقدمها المنظمة، رعاية طبية، علاج، سكن إلى آخره. وطبعا كل ده بيدخل ضمن تكلفة أو ميزانية في مصطلح عندنا اسمه الهيكل الوظيفي، يطلق عليه أيضا السلم الوظيفي أو سلم الدرجات، ترتيب الوظائف في مجال وظيفي معين يتدرج من أسفل إلى أعلى. طب التدرجية دي قائمة على إيه؟ صعوبة العمل، مسؤوليات ومطالب التأهيل. وسوف أفترض بالطبع أن كل وظيفة تترأس أو تتسيد جميع الوظائف التي تقع أسفلها في الهيكل الطبي. في عندنا الدرجة، شريحة من الأجر بتتضمن جميع الوظائف التي تقع على نفس المستوى الوظيفي. أكيد بتتشابه في صعوبة العمل وأهميته وما تتضمنه من مسؤوليات وواجبات. المجموعة النوعية جميع الوظائف التي تتشابه في نوع العمل أو التخصص، بس ممكن بقى تختلف في صعوبة العمل وأهميته. عشان كده من المتوقع أن تختلف ترتيب الوظائف داخل المجموعة النوعية الواحدة. يعني إيه؟ المجموعة القيادية والإشرافية طبيعة عملها واحد، إيه؟ التخطيط، تنظيم العمل، توزيع الأدوار، القيادة والتوجيه، متابعة وتقييم الأداء، اتخاذ القرارات. بس شيء طبيعي هنجد المسؤوليات اللي أنا قلتها ديت تتباين على مستوى الإدارة العليا غير الإدارة الوسطى غير الإدارة الإشرافية. يبقى إحنا كلنا مجموعة قيادية إشرافية، لكن إيه؟ بنختلف في الترتيب. هناك مستوى إدارة عليا، هناك مستوى إدارة وسطى، هناك مستوى إدارة إشرافية. إيه أهمية الرواتب؟ الأجر ده عنصر مؤثر في التكلفة، وبصفة خاصة في الدول النامية اللي ندرة رأس المال بها واضحة، واعتمادنا على عنصر العمالة أكثر من عنصر الملكة. من جانب آخر، الأجور دي عنصر مؤثر في الاستهلاك في المجتمع. ارتفاع الأجور، ارتفاع التكلفة، يعني ارتفاع أسعار البيع،
امر هيؤدي الى تضخم اقتصادي، والتضخم هيجيب ركود في البيع والتصريف، وده هيؤدي الى انخفاض الانتاج. طب نجيبها من الناحيه الثانيه، خفض الاجور وان كان سيترتب عليه خفض التكلفه وخفض اسعار البيع، الا انه في المقابل عدم قدره الموظف على شراء احتياجاته الاساسيه، وبالتالي هنعود مره ثانيه لحاله الركود وانخفاض الانتاج. طب ماذا نفعل؟ هنعمل ايه؟ لازم نصل الى حاجه مهمه جدا، وهي التوازن بين الاجور والانتاج، او الاجور والاسعار، وتلك هي المعضله الصعبه. ممكن نحقق التوازن دوت اذا افترضنا ان وحده انتاج وحده واحده من منتج او الخدمه بتتطلب حاجتين، مستلزمات انتاج وعماله. بس اهم حاجه ان نستخدم هذين العنصرين الاستخدام الامثل الذي يعطينا اكبر هامش ربح. في صورة مصغرة كده، ادي عناصر التكاليف 1 و2، مستلزمات الانتاج والاجور. طيب مستلزمات الانتاج 20 والاجور 10، يبقى مجموع التكلفة كام؟ 30. عمري ما هبيع السلعة او ادي القيمة ب 30 جنيه ابدا، لازم احط لي هامش ربح. قدر هامش الربح دوت، قدر هامش الربح دوت نقول يا ربي ب 15 جنيه. يبقى معنى كده ايه بقى؟ انه هبيع المنتج بكام؟ ب 45 جنيه. طيب تعالى بقى دي الصوره العامه، اعمل بقى البدائل التي تحقق استخدام هذين العنصرين المستلزمات والاجور باعلى او افضل استخدام ممكن، بحيث يجيبوا لي اكبر هامش. البديل الاولاني، اسعى الى خفض تكلفه العماله. اوعى نفتكر بالاستغناء عن بعض العماله ابدا، هخفض تكلفه العماله برفع مستوى الاداء. ازاي؟ التدريب، التنظيم العمل، التكنولوجيا، تحسين ظروف العمل، نظم حافظ المخططات، كل ده هيؤدي الى ايه؟ رفع مستوى الاداء. كويس؟ ورفع مستوى الاداء بمعنى هترتب عليه بالتاكيد خفض تكلفه العماله، ان اصبح انتاجي اكبر من تكلفه العماله. ثم إضافة الوفر المحقق إلى هامش الربح، يعني قوة أكبر للمنظمة. يعني إيه؟ في الوضع الأولاني مستلزمات إنتاج 20، بس أنا قدرت أعمل إيه؟ أوفر في تكلفة العمالة كويس من علاوات المحافظ. كان الأول كام عندنا؟ كانت 10، لما رفعت مستوى الأداء خفضت تكلفة العمالة إلى 5، يبقى مجموع عندي كام؟ 25. ده انا الخمسة جنيه اللي ضفتها دي هضيفها لهامش الربح اللي كان 15 بقى 20، وما زال سعر البيع زي ما هو 45. البديل الثاني، خفض تكلفه العماله برفع مستوى الاداء وخفض سعر البيع بنفس قيمه الوفر المحقق، مما يعطيني ميزه تنافسيه اكبر. مستلزمات انتاج زي 120، خفضت تكلفه الوحده او تكلفه الخدمه من 10 الى 5، وضفت الهامش الربح اللي هو 15، وبعنا السلعه بقى المره دي بكام؟ ب 40. يبقى ال 5 جنيه اللي وفرتها في تكلفه العماله رجعت لسعر البيع. مين يستفاد بيها؟ المستهلك، وده هيديني قوه اكبر في البيع. بديل ثالث، خفض تكلفه العماله برضه برفع مستوى الاداء واضافه الوفر المحقق الى هامش الربح مع تثبيت سعر البيع. بس اهم حاجه بقى، مين ساهم برفع مستوى الاداء؟ يعني يبقى كتير جزء من الفلوس مستلزمات الانتاج 20 في 5 وهامش ربح 20 وهسعر البيع 25، بس ال 5 جنيه وهامش الربح دول هتقول بشكل حوافز بايه؟ كل البدائل السابقه عماله تكلف عن تكلفه العماله. طب ما نرش تكلفه مستلزمات الانتاج ازاي؟ التخزين الجيد للمواد الخام بشكل الذي يمنع اهدارها او سرقتها او تلفها. ايه كمان؟ حسن اختيار المستلزمات، نجيب المستلزمات ذات المواصفات الجيده، ترشيد استخدام الطاقه، تدريب العماله على الاستخدام الامثل للمستلزمات. هنا بقى هخفض تكلفه المستلزمات، بدل ما كانت 20 اخليها 15، وخلي برضو تكلفه العماله تجهز 110، يبقى المجموع دول كام؟ 25، واضيف هامش الربح اللي هو ال 5 جنيه زائد ال 15 هامش ربح 20، يبقى بيع السلعه وهكذا. بديل جميل بقى، نسعى الى خفض تكلفه مستلزم الانتاج وتكلفه الايه؟ ثم نقسم الوفر المحقق جزئين، جزء لسعر البيع، جزء حوافز العاملين، وجزء يرجع الى المنظمه. يبقى كل هدفي ان يكون معدل الزياده في الاجور اقل من معدل الزياده في
الانتاج. في مصطلح عندنا بقى مهم جدا بيساعدنا في اداره التعويضات والاجور، استقصاءات الاجور. دي اداه بنعملها بنستخدمها في تحليل بنود تكلفه العماله للوظائف المختلفه، عشان اعرف فين الاسراف في صرف الاجور والتعويضات لاي مجموعه وظيفيه. بدرس تطور هذه الاجور بين فترات اخرى، نيجي السنه دي نشوف ميزانيه الاجور اللي تحملناها قد ايه، والميزانيه السنه اللي فاتت قد ايه. طب في زياده لازم نشوف ايه اسباب ومبررات الزياده دي، اذا كانت مشاكل يبقى بنحاول ايه نعالج المشاكل دي. من استقصاءات الاجور بجري مقارنه مع المنظمات المماثله، في منظمات مماثله بتدفع اجور قد ايه. ضمان عدم تسرب العماله، اللي ضمان عدم تسرب العماله لابد ان تكون هناك منظومه الاجور مماثله بيني وبين المنظمات الاخرى، والا هيحصل ايه؟ العماله ذات الكفاءه هتسيبني وتروح للمنظمات الاخرى منافسه. استقصاءات الاجور بياخد عندي الشكل ده. ادي الاجور النقديه والاجور العينيه، وادي بنكتب الوظائف. ايه بقى الاجور النقديه؟ اساسي، الحاجات اللي ليها مقابل نقدي، تامينات اضافيه، حوافز، بدلات، مكافئات. العينيه اللي هي لا تمثل قيمه نقديه، ولكن قلت لكم بتدخل ضمن ميزانيه الاجور. في انتقالات من خلال سيارات او اتوبيسات، في علاج، اشتراك نادي، رحلات، حفلات، كل ده بنجمع ده كله بيديني ميزانيه الاجور على مستوى المنظمه. جانب اخر بقى في التعويضات اللي هي المكافئات ونظم توزيع المكافئات. اذا هنتكلم عن انواع المكافئات وطرق توزيعها. عندنا مكافئات جوهريه معنويه، ودي اشرنا اليها، ومكافئات حسيه او ماديه. كده الصوره دي تديني انواع المكافئات كلها وتقسيمها وفقا للنوعين السابقين. المكافئات الجوهريه المعنويه متمثله في ايه؟ ملهاش مقابل نقدي، لكن بتضفي مركز وظيفي وقيمه اجتماعيه للموظف، مشاركه في صنع القرار، تحمل مسؤوليه اكبر، فرص تحقيق النمو الشخصي، عمل اكثر اهميه، وتنوع في مسؤوليات الموظف. المكافئات بقى الحسيه الماديه بتاخد اكثر من شكل. في التعويض المباشر. ايه التعويض المباشر؟ يعني نقول كده تعويض في شكل نقدي يتقاضاه الموظف يدي، الاجر، العلاوات، خيار تملك الاسهم، الساعات الاضافيه المدفوعه. في بقى عندنا تعويض غير مباشر، هو بياخدها الموظف لكن بياخدها في الشكل النقدي، بياخدها في شكل معين، تأمينات اجتماعية وصحية بيستفاد منها، بياخد أجازات. هل ما بياخد أجازة الموظف هل بخصم من أجره؟ يبقى إذا الأجازة مدفوعة الأجر. في مكافآت حسية مادية بس غير مالية، مش يعبر عنها بالنقود. يعني إيه؟ موقع أفضل للمكتب، ده مادي، بدل ما كنت في الدور الاخير حليتك في الدور الاول، او عكست كنت قاعد مع اتنين تلاته خليت ليك مكتب لوحدك. مساحات مميزه لركن السياره، بدل ما كنت باركن في الشارع واقعد ادور كده اعمل لك باركنج تركن فيه سيارتك. مدين القاب وظيفيه مثيره اعجاب، منسق، مستشار، خبير، ساعات غداء مفضله. في عندنا نقول كيف كافي بريك، نقول والله من الساعه 12 لوحدي بس ده لجميع العاملين، لا انا عامل لك ايه؟ ساعة كده يعني تحس فيها بالخصوصية أكتر، بعد ما جميع الموظفين ياخدوا الكافي بريك ده عامل لك ساعة من واحدة لاتنين. عامل لك مكتب بسكرتيرة خاصة. دي كلها شكل هنا بقى السؤال بقى، أي من هذه المكافآت أفضل وأهم من الأخرى؟ هل الجوهرية المعنوية أم الحسية المادية؟ هو افترض علماء السلوك ان المكافآت الجوهرية اهم في التأثير على الاداء والدافعية، وان المكافآت الجوهرية يمكن ان تحقق اثر ملحوظ عن المكافآت الحسية المادية. بس امتى ده؟ لما نكون كلنا متساوون في مقدار الاداء، وهناك نظام لضبط العمل، وهناك كفاءة بين الموظفين. خلاص يبقى كلنا متساوون من حيث المكافآت المادية، يبقى تميز عن التاني بايه؟ بتلك المكافآت الجوهرية. بس بشكل عام وجدنا ان الموظف دائما يعني يحب ان يحصل على النوعين من المكافآت، المادية
الحسية والجوهرية إيه؟ المعنوية. لأن القضية كده، عايزين فلوس وعايزين دايما برضو مركز. جميل. إزاي نوزع المكافآت؟ عندي أكتر من حاجة. الأداء، في ضوء أداء الموظف الذي يتم تقييمه بنحول هذا التقييم إلى مكافأة معينة محفزة للأداء على أساس الجهود. لما اتجهت المنظمة إلى تقليص حجم العمالة، أصبح العدد الموجود مطلوب منه أن يحقق مقدار من العمل يعوض بيه العمالة التي تم الاستغناء عنها. يبقى هدفع على أساس النزول لتعويض النقص في عدد العمالة على أساس الأقدمية، بمعنى الذين يحصلون على درجة أقدم هم الذين يستحقون المكافأة بصورة معينة. المساواة يعني إيه؟ هنا جميع الوظائف التي تتقاضى نفس الراتب وعلى الدرجة المالية الواحدة تكون نفس المكافأة. في حاجة بقى مهمة جدا بتتدخل في الكلام ده، السلطة والتأثير. يعني في ناس كده أصحاب مراكز قوة داخل مؤسسة، لابد تعدي عليهم الاستمارات عشان يستوفوا الصرف. الناس دي لازم برضو نديهم جزء من الكيكة. فدايما هنا الامر بنوزع هذه الحصص وفقا لما يتمتع به الموظفون من سلطه ونتمنى ان شاء الله يعني ان يكون يعني هذه الفصول واضحه، ونتمنى لكم ان شاء الله النجاح والتوفيق باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.